إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن من العجب يا أخي في هذا الزمان أن ترى فينا لهفا على هذه الدنيا، وترى الناس يتسابقون ويتنافسون من أجلها. شيء عجيب، أصبح الناس ليس لهم هم إلا هذه الدنيا، يجمعون من الحلال أو من الحرام. وقد روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان لا يبالي الرجل أمن حلال يأكل أم من حرام. فنتعجب يا إخوة من حال كثير من الناس، قبل أيام وهو فقير لا يملك شيئا، واليوم القصور والدور والمصانع والتجارات، نسأل الله أن تكون الحلال. لكن هذه كما يقال هذا الأمر المفاجئ يدل على شيء، على هناك نسأل الله جل وعلا العافية ربما سرق للأموال العامة ونهب لمصالح الدولة، وهذا الذي يحصل اليوم، تلاعب في مسألة الوظائف. إخوة لهت وراء هذه الدنيا، والناس صاروا بارك الله فيكم يحلبون من هذه الدولة. فالإنسان عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن لا يأخذ شيئا إلا وهو يستحقه بجهده وعمله. أموال تدخل اليوم على حسابات كثير من الناس، والله يا إخوة ما تعبوا دقيقة وما قاموا بعمل من الأعمال. فكثير من الناس أصبح يضع أسماء وهمية ويضع أوراق وهمية وتزوير ويذهب هنا وهناك ويرشي هذا ويرشي هذا من أجل أن يخرج آلاف مؤلفة ويخرج أموال كثيرة ويعطي للناس ويأكل ويسرق. فنحن نحذر الناس من الأموال العامة. عندك عمل قمت به جزاك الله خير، ما عندك عمل قمت به فأرد الأموال إلى حساب الدولة، لا يجوز لك أن تأخذها، لا يجوز لك أن تأخذها. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نعلم أن هذه الدار هي دار ممر وليست دار مقر. وابن آدم جبل على حبها وجبل على الميل إليها والتعلق بها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. فالله جل وعلا يقول: وللآخرة خير لك من الأولى. فالآخرة دار بقاء والأولى دار فناء، الآخرة دار حبور وسرور، وأما الأولى وهي الدنيا دار عبور. فعلى العبد أن لا يركن إلى هذه الدار. الله جل وعلا يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلا شك أن النفس تميل إلى هذه الدنيا، فحب الدنيا قد جبلت عليه القلوب، وطول الأمل أيضا مما جبلت عليه القلوب والنفوس. فالإنسان عليه أن يكون من أبناء الآخرة وأن يجاهد نفسه، وأن يجاهد نفسه. قال علي رضي الله عنه: إن للدنيا بنين وإن للآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة. فالإنسان عليه أن يعمل للآخرة. فأنت في هذه الدار على أمر واحد، على أن ينزل حكم الله سبحانه وتعالى عليك، تنتقل من هذه الدار إلى دار البرزخ، والموت أقرب إليك من شراك الأعين. ربما تصبح ولا تنسي، وربما تنسي ولا تصبح، وتنتقل من هذه الدار إلى دار أخرى. فالكيس هو الذي يكثر أو يستعد للموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: أكيس الناس أكثركم استعدادا للموت، أكيس الناس أكثركم استعدادا للموت. فالإنسان يهيئ نفسه. نحن يا أخوان الآن في رحلة، لا تظنون نحن في هجرة، نحن الآن في هجرة ونقطع أعمارنا، نقطع أعمارنا، فما من يوم تغرب شمسه إلا ونحن نقطع مرحلة من مراحل العمر، ونقطع وقت من أوقات العمر، ونقترب إلى أجالنا، ونقترب إلى قبورنا، ونقترب إلى تلك الساعة. فما من يوم تغرب شمسه إلا وأنت تقترب إلى أجلك. الإنسان عليه يتقي الله جل وعلا، وليس المقصود الإنسان يترك الدنيا يقول خلاص أنا أجلس في المسجد ولا أعمل شيء لا، الكسب مطلوب، الكسب والإنفاق على الأولاد والأسرة والتصدق والإحسان إلى الناس مطلوب،
الله جل وعلا يقول فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقول الله في وصف الصحابة وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. لكن إياك أن تشغلك هذه الدنيا عن طاعة ربك، بل إذا احتسبت الأجر في عملك وشغلك في وظيفتك في مزرعتك مع أغنامك في صناعتك في حرفتك فأنت تؤجر عند الله سبحانه وتعالى. بل إذا احتسبت اللقمة الطعام الذي تأتيه به إلى أهلك احتسبت فيه الأجر كان لك به أجر عظيم عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تجعلها في امرأتك فهي صدقة. بل يقول صلى الله عليه وسلم درهم تنفقه على أهلك خير من درهم تنفقه في سبيل الله. لماذا؟ لأن النفق على الأهل واجب والإنفاق على الناس مستحب، وأيهما أعظم أجرا، الواجب أو المستحب؟ الواجب.